ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وزي ما احنا شايفين كده ديكورات في منتهى الروعه. فيديو النهارده عباره كده عن بنات بتبدا تجدد وتغير في منازل بسيطه، ومنازل كمان ممكن يكون الوضع فيها متهالك شويه. هنشوف طبعا كده امكانيات ممكن تكون مودرن وامكانيات بسيطه في نفس الوقت، هنجدد بيها شكل وستايل الاوضه، ده هتتغير معانا 180 درجه زي ما بيقولوا كده. تعالوا كده بينا. طبعا قبل ما نكمل الفيديو مع بعض، ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناه باحلى لايك. وحابه اقول لكم كمان ان انا عملت قناه تانية، عشان لو ما لقيتونيش يعني الفتره الجايه موجوده هنا في القناه، هتلاقوني ان شاء الله في القناه التانية بتاعتي. هسيب لكم ان شاء الله كمان اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت تحت، عشان تشوفوا كمان وتدخلوا كده تشوفوا الفيديو اللي انا كنت عاملاه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. تعالوا كده بينا. هنا كمان عايزه منكم دعمكم ليا للقناه هنا، لان القناه بتتعرض لمجموعه من المشاكل، وعايزاكم كمان تقفوا انتوا جنبي فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى، عشان كل المشاكل دي تتحل بسلام. تعالوا نشوف كده دلوقتي طبعا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم. وفي نفس الوقت كمان كده نشوف البنوتة دي وكل الديكورات والافكار الحديثة اللي بتعملها معانا وهتبهرنا بيها، ويا ترى كمان كده شكل الأوضة هيتغير ازاي بمجموعة من الافكار والامكانيات اللي ممكن تكون بسيطة. طبعا معظم الامكانيات اللي كانت موجودة في الأوضة كانت بتاعة صاحبة الأوضة عامة، بس طبعا حابة تجدد وتغير في الشكل العام، وانتي كمان تقدري تجددي وتغيري في بيتك بس بامكانيات بسيطه. مش شرط يكون معاكي امكانيات ماديه كبيره تسمحلك ان انتي تجددي وتغيري وتعملي كمان حاجات مودرن، وانتي كمان بتفكري منين هجيب فلوس، منين هقدر اجدد واغير. طبعا احب اقول لكم طبعا ان الستات المصريه او البنات المصريه والبنات كمان في الوطن العربي كلنا شاطرين جدا، فما بالكم كمان طبعا بالبنات الاجنبيه بقى اللي هم بيحاولوا يجددوا ويبتكروا. وشايفين طبعا دلوقتي معانا كده مجموعه من الصور اللي هتبين لينا شكل الأوضة دي قبل التغييرات كانت عاملة ازاي وبقت عاملة ازاي. حابة اقول لكم كمان ان طبعا مش شرط زي ما قلت لك يكون معاكي المبالغ الماديه المتوفره معاهم، بس عامه احنا بنقدر نعمل كل حاجه، ومفيش حاجه بنشوفها تعجز قدامنا ولا نشوفها مستحيله ابدا. تعالوا كده ندخل المطبخ ده مع بعض او المكان ده عامه مع بعض، ونشوف يا ترى ايه التحديثات والتغييرات اللي هتحصل معانا في المنزل ده. طبعا البنوته لوحدها بدات كمان تطلع كل المعدات اللي هي جايباها، ويا ترى ده عباره عن ايه؟ وشكله كده اشبه بالبوفيه اللي ممكن يكون محطوط تحت التلفزيون عامة. يعني دلوقتي هنشوف مع بعض فعلا يعني المعالم كده بدأت تظهر معانا شوية، وكمان كل حاجة بتعملها بنفسها. شايفين بقى البنات الشاطرة؟ مين فيكم كده بتفكر تعمل مشروع زي ده وتجدد وتغير وهي موجودة في بيتها؟ بنشوف طبعا بنات كتيرة جدا موجودين طبعا على اليوتيوب، او يمكن كمان في الوسط اللي احنا فيه او في المنطقة اللي انت عايشة فيها، بتروح وتفرش شقق عرايس وتظبط وتجدد وتغير وتعمل حاجات حلوة جدا، والكل كمان بيكون منبهر للشطارة بتاعتها وقد ايه ان هي مميزة ومتألقة كمان في اللي هي بتعمله. تعالوا عامة هنا كمان برضو كده نشوف يا ترى هتعمل معانا ايه، والديكور كمان اللي هي هتغيره بنفسها وهتجدده، ويا ترى كمان شكل البيت عامة هيختلف. طبعا احنا كنا داخلين البيت هو كان فاضي، يعني بمعنى اصح يدوب ايوه طبعا الحيطان موجودة والسيراميك موجود وكل حاجة موجودة، بس اللي اقصده ان هيكل البيت عامة لسه المعالم بتاعته ما ظهرتش. فده كمان اللي البنوته دي هتبدا تعمله معانا، هتبدا كمان تغير المعالم بتاعه البيت. ونشوف طبعا دلوقتي مع بعض كده ايه اللي هيحصل، يا ترى شكل البيت هيتغير معانا ولا هيكون يدوب تغييرات جذريه وتغييرات بسيطه كده؟ لا ده شايفين بقى كمان جابت هنا المكتبه دي او الارفف اللي موجوده، وبدات كمان تعمل لها زي اللي هو الورق الخوص عشان يدي الشكل الجمالي اللي احنا شايفينه، لدرجه كمان طبعا وريتنا ان ايديها اتاثرت جدا باللي حصل، بس بتقول فدايه كل حاجه ان انا في الاخر اوصل لحاجه بحبها واقدر كمان اظبط واجدد المنازل دي. تعالوا نشوف كده حتى المراتب دي يا جماعه بتتنفخ هوا، يعني شايفين بقى كده لا انسوا الفايبر بتاع زمان والحاجات اللي كانت موجوده، ده الموضوع طلع اصعب من كده بكتير، والتكنولوجيا بتعدي بينا لمراحل احنا ما كناش عاملين حسابها ابدا. تحسوا ان احنا واقفين زي ما احنا والتكنولوجيا بتسابق معانا الزمن. طبعا دلوقتي كده شكل الاوضه بدا يختلف، حاطط كمان السجاده الفرو المميزه، شويه تفاصيل كده عامه ظهرت معانا، وفي نفس الوقت فعلا الستاره بتاعه التكييف عشان طبعا تدي شكل جمالي. تعالوا نبص كده بقى كده جوله ونمتع عينينا بشكل البيت عامه بقى شكله عامل ازاي. طبعا شكله اختلف جدا ومعالم البيت فعلا وضحت معانا وبقى شكله حلو قوي. شايفين كمان برضو كده بقى مجموعة من الصور اللي هتوضح معانا معالم البيت اتغيرت تماما ازاي.
وده كمان كده جولة في أوضة النوم اللي موجودة في المنزل ده. لسه طبعا دلوقتي هنكمل مقاطع مع بعض ونشوف كمان أماكن تانية وهي بتتجدد وبتتغير، يمكن كمان بإمكانيات بسيطة. يعني لو جينا نبص هنا الأوضة يا جماعة، مش زحمة الأوضة على قد الحاجات اللي صاحبة الأوضة هتستخدمها، مش شرط طبعا ان انتوا تحطي إمكانيات عالية قوي ولا إمكانيات واو قوي. تعالوا نبص كده على الحجرة دي، الحجرة دي طبعا باين كده ان هي فاضية. هنبدأ برضو كمان نظبط ونفرش ونجيب كمان برضو المرتبة اللي احنا شايفينها دي مع بعض. المرتبة دي يا جماعة بتتنفخ، يعني انتوا متخيلين؟ انا مش قادرة افهم خالص النقطة دي. دي كمان برضو كده مجموعة من الصور اللي هتبين لينا عامة شكل المكان عامل ازاي والبهدلة اللي موجودة فيه، ويا ترى كمان معالم الأوضة دي هتتغير معانا ولا لأ. تعالوا نبص دلوقتي كده طبعا على شكل الأوضة عامة والتغييرات اللي هتحصل فيها. هتظبط دلوقتي معانا السرير وتحط عليه المرتبة ونجدد ونغير عامة لحد ما نوصل طبعا لمكان منظم ومكان منسق وكل حاجة فيه هتكون مختلفة جدا وزي الفل. شايفين بقى خلاص دلوقتي المرتبة اتظبطت، اتظبط السرير. نبدأ كده كمان نجيب ملاية بقى ومفرش حلو كده ونفرشهم على السرير المميز جدا اللي موجود معانا، ونشوف يا ترى كده البيت ده هيتغير الشكل عامل ازاي. خلاص دلوقتي كده بقى فرشنا الأرضيات، وكمان نبدأ ان احنا نجيب بقى كده زي الدولاب المتناقل ده معانا. شايفين يدوب على قد الملابس اللي بتلبسها بس، يعني مش باللبس الكتير ولا بالديكورات الواو قوي ولا بالزحمة اللي موجودة في الأوضة، لا يدوب الحاجات اللي على قد الأغراض اللي هي تستخدمها بس، مش أكتر من كده. وده كمان طبعا بقى الهدف من الفيديوهات، ابعدي بقى دايما عن الكركبة والفوضى والعفش الكتير والزحمة اللي تكون موجودة عندك في البيت. خلي دايما يدوب الحاجات اللي عندك في البيت الحاجات الأساسية المهمة اللي انت بتستخدميها بصورة يومية. طول ما انت متخلية عن فكرة الكركبة والعفش الكتير صدقيني هتحسي بروقان البال كده والهدوء والاستجمام. انما طبعا بقى هتبقي عايزة فوضى وحاجات كتيرة في الأوضة، مش هتحسي ابدا براحة بال ولا باستقرار ابدا في المكان ده. شايفين دلوقتي كل حاجة في الأوضة بسيطة ويدوب على قد الحاجات المهمة المفيدة بالنسبة لها بس، مش اكتر من كده. بس عامة أنا عن نفسي بستمتع جدا بالفيديوهات اللي بتكون زي كده، يعني في فيديوهات كاتبة قريبة جدا من قلبي، وأنا بحس وأنا بتفرج معاها كل أول كده، يعني يمكن وأنا كنت بحضر الفيديو بكون حاسة من جوايا، لأ بقول كده الفيديو ده هيشد الناس، الفيديو ده هيعجبكم قوي. تعالوا نبص دلوقتي كمان كده برضو على المكان ده. طبعا دي كمان صورة ليه بعد التعديلات والتغييرات، وطبعا شفنا شكله الأول كان عامل إزاي قبل التجديدات والتغييرات اللي حصلت فيه. أي نعم طبعا المطبخ صغير بس التنظيم اللي موجود فيه حلو قوي. طبعا البنات دول قدروا يستغلوا ويجددوا بامكانيات بسيطه، جابت العليقه دي معانا وحطتها في المطبخ، بدات تحط عليها الحاجات المهمه، يعني الحاجات الاسبونشه المساكه بتاعه الحلل، الحاجات اللي انت طبعا ممكن تكوني عايزاها، الفوطه اللي بتنشفي فيها ايدك، الحاجات كده قريبه منك على الحوض هنحطها قدام منك تبقي شايفاها. وده كمان كده طبعا جوله في الاوضه اللي احنا كنا لسه يدوب فيها من شويه وكان فيها تجديدات وتغييرات عامه. شايفين طبعا شكلها حلو جدا، حتى القطة قاعدة منسجمة وفرحانة جدا في الأوضة، لدرجة ان هي صاحبة الأوضة دي حاطة مجموعة من التسالي جنبها في الباسكت ده. يا جماعة ايه ده، شايفين الرفاهية بتوصل بينا لحدود صعبة جدا. بس عامة طبعا يعني في مثل بيقولك على قد لحافك مد رجليك، فهي مدت رجليها جامد قوي يعني الصراحة، طبعا فرحانة بالفلوس او القرشين اللي معاها، فقدرت تجدد وتغير وتعمل كل حاجة وتظبط وتشوف مزاجها على الآخر يعني. وده كمان طبعا لا هو لا عيب ولا حرام، طالما امكانياتك تسمح لك ان انت تجددي وفي امكانياتك تعملي كل حاجه نفسك فيها، ليه لا؟ انما طبعا لو انت امكانياتك بسيطه وظروفك بسيطه تقدري كمان تجددي وتغيري، بس في حدود المسموح ليكي، او مثلا في حدود الحاجه اللي انت شايفه ان هي اكتر حاجه مهمه ومحتاجه فعلا تعمليها وتجدديها في البيت الاول. عامة أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناة بأحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي أنا بنزلها معاكم. أشوفكم إن شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد، وأسيبكم دلوقتي كمان كده مع روتيني اليومي لصاحبة المنزل ده، ويا ترى كمان روتينها اليومي بيكون ماشي إزاي بعد التجديدات والتغييرات اللي عملتها في الأوضة. أشوفكم إن شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد، ومع السلامة.